ونروح بقى معاكم دلوقتي لفقرتنا النهارده، فقره نجم اليوم. نجمنا هو الاسطوره الارجنتينيه ليونيل ميسي، نجم وهداف فريق برشلونه الاسباني، واللي خاض امبارح طبعا المباراه رقم 700 ليه في تاريخه مع برشلونه بمواجهه بروسيا دورتموند الالماني في دوري ابطال اوروبا. وهي طبعا بالمناسبه ميسي سجل فيها هدف وصنع هدفين لزميله او لزمايله في خط الهجوم لويس سواريز وانتوان جريزمان عشان يفوز برشلونه بنتيجه 3-1 ويضمن كمان التاهل رسميا لدور ال 16. طبعا ميسي حاليا عمره 32 سنه، قيمته التسويقيه 150 مليون يورو، وفاز السنه اللي فاتت او السنه دي لسه في 2019 بافضل لاعب في العالم من الفيفا. ميسي كمان انضم لبرشلونه سنه 2000 وده كان عن طريق قطاع الناشئين، واتدرج طبعا في الفرق لحد ما وصل في سنه 2005 للفريق الاول، ومن وقتها لحد دلوقتي لعب 700 مباراه في مختلف البطولات، سجل خلالهم 613 هدف وصنع 250 هدف تانيين.